اليهود غلب عليهم وصف الغدر والخيانة والإجرام والقتل، وعرفوا بأنهم قتلة الأنبياء. ألم يحاولوا قتل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ألم يحاولوا قتل النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولقد قلنا من قبل إن البركان سينفجر وإن الطوفان سينطلق، قلنا هذا منذ أسابيع، وقد آن الأوان للطوفان أن يغرق الوجود الصهيوني بجهاد عجيب من نوعه، أذهل العالم كله، أذهل الدنيا بأسرها. إن الحروب التي جرت في العالم، الحروب الكبرى، لو بحثت ما عن الأصابع التي تقف وراءها ستجد الأصابع الصهيونية وراءها، وهم أداة الفساد في الدنيا. هم يسعون للسيطرة على المال، وتمكنوا من الهيمنة على المؤسسات الاقتصادية في العالم لكي يمسكوا بزمام الاقتصاد ويجعلوه سبيلاً لإركاع الآخرين. وعندما تبحث عن من وراء دور الأزياء التي تنشر الثياب الفاضحة القذرة التي تنشر الفساد في المجتمعات والإباحية، تجد أنهم وراءها. وعندما تبحث عن المؤسسات التي تنتج الأفلام والمسلسلات القذرة التي من شأنها إفساد الجيل وتمزيق المجتمعات وتدمير الأخلاق، تجد أنهم وراءها. أجل، هم وراء كل فساد ووراء كل جريمة. هناك ستبدأ المعركة الكبرى التي يقول فيها الشجر والحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. أجل، هكذا سيقول الحجر والشجر للمسلم: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. حتى التربة، حتى الحجارة ستنبذ هذا الجنس القذر من الناس. ولقد قرأت لأحدهم عبارة: نحن لسنا إلا قادة العالم وجلاديه وناشري الفتن فيه ومفسديه. هكذا يعرف عن الصهيونية العالمية، هكذا كتب على بروتوكولات حكماء أو شياطين صهيون.